بكم مشاهدينا الكرام في عدد جديد من صالح جدا. المرأة الجزائرية حطمت أرقام قياسية في استعمالها لمساحيق التجميل، 600 مليار صرفت غير على جل المكياج في زمن التقشف. تابعوا معنا نشوفوا الجزائريات إذا يقدروا يخرجوا من الدار بلا ما يستعملوا المكياج. تقدري تخرجي بلا ما تديري مكياج؟ ما نقدرش، موالفة بيه. ما تقدرش تخرج برا بلا مكياج؟ كي يكونوا مزروبين نورمال نخرجوا بلا مكياج، ما نموتوش نورمال. مكياج في الوقت هذا حاجة مهمة، حاجة سبيسيال للمرأة. كون ما تمكياج ما تخرجش، تحس روحكم تشوف المكياج مغل تاعها ما يطلعش. او هذا مابون ما يخرجش بلا مكياج. ايه ما يقدروش. مكياج روجي هذا كريون تاع اللي يجوا فوق لي بوبيان هذاك الحماير. كيما نقول لك خداع المؤمنين. لا لا خداع المؤمنين. خداع المؤمنين كي تحب تشوف واحد على ناتشوك تشوف في رمضان. ما نقولوا المكياج حنا عارفين حتى نهار تزوجنا هكذا. مي دوكا دوك تبدل كلش راك تعرف. 15 16 سي بون دايرين حاله في روحتيهم بالماكياج. انت تقدري تخرجي من الدار بلا ما ديري ماكياج؟ وين نقدر؟ بيان سور نقدر نخرج بلا ماكياج على هو رمضان قليل. بلا بيه ما نقدرش نخرج من الدار والله. حاله نفسيه تاعها ماشي مليحه، تقول لك ندير ماكياج باش نبعد على روحي الشبهات. فهمت كيفاش لا تريستاس هذه؟ سورتو رانا في وقت لا تريستاس لو ستريس. واحد تخدم ويجري واحد هكذا واحد هكذا. ما يكونش عندك ماكياج ما تخرجيش. ما نخرجش والله ما خرج. علاش هكا؟ مول فاتو سي بون دي طبيعه هذه. ملي كنت لاخر سيزون بديت الطبيعه ندير ماكياج دائما نديرو. بيان سير كي ما تقدرش تخرج من الدار بلا ماكياج باسكو على بالها باللي شغل تحس روحها وتا ماشي شبابه. يا مايكري ربي خلقها هكذا بصح لازم ماكياج باش تولي شابه تولي بلوندا. 600 مليار صرفت غير على الماكياج في زمن التقشف. اوه زعما صح 600 مليار نصرفت على هذا الماكياج بزاف بور لا بيل فام الجيرين سي بو. بزاف دراهم راهم يتصرفوا على الماكياج واو نورمالمون نشكيت هذا الشيء حرام. تما خويا تزاكيت كوم الماكياج كامل يخرجوا هكذاك الصباح يخرجوا بلا والو هكذاك سو ماكياج سو جيتو قاعد تخرج تخدم. اسمع هكذا ما يتزوجوش نعيشوا في بروبليم واحد اخر. قال لك الكوار يخدموا ماكياج العرب. صح 600 مليار ميزانيه خسرتها الدوله على جال هذا الماكياج نورمالمون كنت درتها في حاجه واحده اخرى. شحال تصرفي على الماكياج؟ ماشي حاجه يمكن 100 كلب 100 600 700 ما نكذبش عليك ماكسيمو 300. خليها تلبس خليها تماكيي ويلا عندها الدراهم باش تشري الغالي بصحتها. تشري الماكياج وما تاكلش نورمال. على الماكياج ما نصرفش بزاف وكاين ما يصرفوش يشريو هذاك الكونتر فاسون تاع 10000 ولا لازم تيتيليزي ماكياج تكون لا مارك ومضمون. يا فرحانه شفت ماكياج 30000 قاعد بينا يا خويا. هذا ماكياج هذا كاع في ريمي والله غير شباب يبيعوا لهم كاع في ريمي. اسكو اون ايو دي بون برودوي؟ نو Je pense pas. On a eu des produits deuxième base, troisième base. On n'a pas eu le premier base. Jabine, la hers. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux dire que la hers est bizarre. Bien sûr, parce que la hers est bizarre. Tu veux dire que la hers est bizarre. Bien sûr. La hers est bizarre. La hers est bizarre. قدرت تخرجي من الدار بلا ما تديري ماكياج؟ وي 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 صراحة نقول لك ماني شابة ما باليش. هو ماشي الزين تاع الوجه هو اللي يبين اسكو راهي مليحة ولا لا لا. واش عندها لداخل؟ مي جو بريفير ماكياج تاعهم هما سي لي فروي اي لي ليغوم. وي يفو لي مانجي بور افوار اون بيل بو. نستعملو بزاف نحبو نحب ماكياج. بيان سور نقدر نخرج بلا ماكياج. اي باسكو داير كونفيونس روحي بلي شابة بلا ماكياج. الماكياج يبدل بزاف المرا ويزيد ويزيد في المرا بزاف. تقدر تصرف دراهم على الماكياج وعلى اللبسة ما تصرفهمش حاجة واحدة أخرى. كاين اللي يقول لك أنا نرجع روحي شابة دير لك أي لاينر ماكياج وجالب تكثر بزاف يقول لك نولي شابة كاع. ماكياج داير لهم حاجة أساسية في حياتهم ما يقدروش باش تولي شابة. كاين واحدة مزعوقة تحب تزوج دير ماكياج تولي شابة. والبنات تاع دوكا يبغوا يعني يبانوا يبغوا يفرضوا يعني رواحهم يعني كبنات صغار يعيشوا وقتهم. فوندوتا نعرف فوندوتا وليماش. وكاين اللي ما شاء الله ما ديرش كامل والنور يطيح عليها. تشري ما عندها صلاح ليسونسيال وجهها يكون مرايه. مغالي ما مغالي تشري ما عندها صلاح ليسونسيال تخرج شابه وخلاص. شرينا لا مارك حنا نديرو غير لي غيطاب ما نديروش ليسونسيال. لازم ماكيي لازم طابلو دو ماكياج وبعد تخرج سينو ما تخرج باسكو كون يشوفها باغ اكزومبل صاحبتها والله واحد اخر صوم ماكياج تجي طيح عليها والله عيب والله. فهمني وين حتى عرفت لي شابه ولي ماشي شابه لي لونتي كاين فيس بزاف في الاعراس ولا في المناسبات ولا في الاعياد ولا ماشي كل يوم ماشي اجور باسكو اصلا الماكياج ولا لاحظتوا انه يخسر الجمال تاع المراه. ويقول لك يا ودي تقشف وكذا.
هذاك هو كثر اللي ماشي شابين اوتوماتيكمون لازم يشرب مكياج. نقدر نخرج بلا مكياج، مي نقدر ندير كون توتال ونجي خارجه. قلت لك خموس على الجزائريات بلا ما تدير اي يعني حاجه تبان ما شاء الله عليها، يعني يعطيك صراحه. مشاهدينا لحقنا لنهاية برنامجنا، ابقوا اوفياء لينا وما تنسوش اذا حبيتوا تقترحوا لنا مواضيع تبعتونا عبر البريد الالكتروني الظاهر اسفل الشاشة. سلام.